اصلا؟ وين كنت دورت عليك بكل مكان؟ بالمكان اللي حبستني عزيزي خانوم فيه. شو؟ لا تشغل بالك، هاي انا هون، ما في اي شي بيخوف. شو قصدك تقول؟ يلا احكي لي بوضوح. مثل ما عم بقول، عزيزي اصلان خطفتني وحبستني ببيت، وميران اجا وانقذني من هنيك. هنن بيخربوا عمايل بعضهم، العلاقه اللي بيناتهم فظيعه. ما علينا، انت ضبط كل اغراضنا بسرعه، اعتبارا من بكره ما عاد اعيش هون. راح اعيش بقصر آل اصلان. ومين طلب هالشي منك؟ ستك عزيزي اصلا؟ ايه مزبوط، هي ما رح روح لانه ستي اللي بدها، وانا ما وافقت اساسا. لانه رجعتي لهنيك ما رح تكون هيك، بدي دعوه من ميران، ما بدي دعوه من ستي. اصلا انت عم ترتكب غلط كبير اذا مفكر انه ميران رح يدعيك. لانه رح يدعيني. كيف؟ انا عندي خطه. ما لازم تروح لهنيك، اذا ستك تمادت لدرجه تخطفك وتحبسك، هذا معناته انه في خطر كبير عليك بالقصر. مزبوط في، بس بالنسبه لستي مو بالنسبه لي، وجودي هو تهديد لستي. هذا اللي عموله بالوقت اللي عم تحاول انها تبعدك من هون، شلون بدك تقرب منها؟ هي مستعده تساوي كل شيء اذا عرفت انك خطر عليها. ما عاد فيها تساوي اي شيء بعد هلا. إذا ما قدرت أمنعك من الروحة على القصر، معناتها بطلع ميران وريان من هنيك. كنت ناوي أخذ ريان وروح من دون ما أكشف لك سرك ولا ألمس شي، بس هلأ بعد ما أخذ ريان رح دمرك وروح يا ستي.